مشاهدي ومتتبعي موقع اميرو 24، مرحبا بكم. هذا اللقاء الثاني اللي كنستضيفوا فيه الفنان ديالنا الكبير السي سعيد الناصري. لا خليها غادي دابا حنا خدامين. واش عيط لينا ونجيو باش ما نبقاش صاحبي ما عيطوش من هذه القضيه. سيداتي وسادتي والان ما عرفنا والان خلينا نتسطاو شويه. يلا شوف حنا خدامين عيط لينا دابا هذيك اللعبه ديالك. سعيد ناصر هو هذا. سي سعيد مرحبا بك. سي الحجو مرحبا بك. دابا مزيان زوينه الدخله ياك. ما تبقاش الدخله التقليديه كاين. دابا عيتوش منا صاحبي وعزيز علينا راه داكشي علاش قالوا لنا خصنا نسجل. ما بقاش كتغني بالقفطان في خبارك صايب الدلات حتى هي ولا تغني بالسروال والتجيره. واش شفنا سي سعيد في الحقيقه في القهوه ديال بروكسل غرنا خونا رجعنا لفرنسا الو خصنا حتى حنا نكبروا به وتا هو يشرفنا ويضحك هذا الجمهور اللي عزيز عليه بصراحه. الله مرحبا سيدي وحنا حنا فرحانين اننا نكونوا دائما مع الاميرو ديالنا. دابا مابقى سميتهم الاميرو بخبارك سميتو لو ماروكان دو موند. ماروكان دو موند دابا خص تبدلوا تولي ماروكان دو موند 24 داكور. لان اميرو قديمه لا كولور خليوها زرقاء سي سعيد. لا لا كولور الزرقاء زوينه علاش سي لافي سي ليسبواغ حتى هنا الزرق حتى هويا داكشي اسقتي هذا مكاينش. وانت تنتزوي وانت تبارك الله عليك. لا يخصك علينا السعاده. انا 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 جد سعيد جدا ان شاء الله في خلال هذه الجوله اللي درنا من دبي سميتو البروكسل الباريس وان شاء الله الولايات المتحده وهنايا في اوروبا رافقني السي الحجوي اللي حصل لنا الشرف اللي هو الغزال برا راه تفعلنا التليفون صافي كنعياج اصاحبي. هاد لي فان ديالك ودابا غادي يدير لي الخدمه في المونتاج السي. لي فان ديال لا بالعكس خليها ما تدوز خليها المونتاج باش يعرفوا الناس كيهضر في التليفون. حنا تنقدموا تحيه كبيره للماروكان دو موند للمغربي لان المغربي مغربي واخا يكون باي جنسيه تبقى دائما الجنسيه المغربيه. كيف كان قال الحسن الثاني الله يرحمه ان المغربي تيبقى مغربي واخا يدير حتى اربعه ديال الجنسيات لان مغاربه حتى النخاع. وحنا ملي كنمشيو لاي بلاد تلقاو هذيك الروح كاينه وديك المحبه وداك العطف وديك الاخوه اللي كاينه ما بين المغربي وخوه خصوصا بالنسبه للفنان. انا من هذه اكثر من دابا 30 سنه ولا على خشبه المسرح وفين ما نمشي لشي بلاد الا وتلقى راسي بحال الا رانا غير في راس الدرب يعني ما بعيدش على المغرب بزاف. حتى كنخرجوا عاد كتبان لنا راه حنا اما في المانيا ولا فرنسا ولا بلجيكا ولا هذا العمل الجديد اللي هو دو يو سبيك انجلش واللي الان باقى الجوله غدا به. كيف قلت لك حضر لي الشرف انه يكون حاضر معايا في لا بروميير بارتي فنان وصديق واخ اللي هو الحجوي مصطفى. الحجوي مصطفى اللي كي تبارك الله تيسخن لا صال لانه يسخن الطرح كما كنقولوا الطرح تبارك الله. انا اللي حصل لي الشرف انا هذا شرف كبير. سي مصطفى غادي نعطيك كلمه طويله بعدا غادي نشوفوا الشيء سي سعيد شنو غادي يقول بحقك. بلاتي لانه قال لي واحد الكلمه انا حصل لي الشرف كبير كنخدم مع السي سعيد الناصري احسن كوميديان اللي انا ولد السلطان تيضحكني كيجيب لي الكاو انا بعدا كيجيب لي التمام. وداك الشيء راه كان السؤال هذا يعني كنت موجدو له. سي سعيد غادي نرجعوا شويه للور فيلم ديال البانديه كيفاش جات الفكره سي سعيد؟ قديم ومازال كنتفرجوا له لحد الان. هما الافلام بجوج ديال ولد الدرب ديال البانديه كانوا في الاساس مسرحيه. انا داك تندير المسرح كانوا جوج مسرحيات اللي درت. كنت درت ديدي كان سميتها ديدي ومن بعد كتبتها سيناريو وكان هذاك اول فيلم ديالي اللي غادي نديرو لاخراج انايا اللي كتبت له السيناريو درت له الاخراج ودرت له الانتاج. ومن ضمن النكات اللي درت على ذاك الفيلم هو انه مني صيفطته لكندا باش كنت في واحد المهرجان كبير كنت غنشارك فيه عيطوا لي تيسولوا انت قولي شكون الممثل الاساسي تنقول لهم سعيد الناصري وشكون المخرج سعيد الناصري وشكون المنتج سعيد الناصري كاتب السيناريو سعيد الناصري والعنوان اللي ساكن فيه انا زنقه احمد الناصري بهذ القضيه. فبطبيعه الفكره الافكار وشوفوا بالافكار سواء للمسرح ولا للسينما ولا للتلفزيون خاصها دائما تكون مستنقات من 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 الواقع اللي تنعيشوا فيه لان الانسان ملي ما تيعبرش على الواقع ديالو. فلا رجعتي مثلا للشعر والادب ملي كترجع للشعر مثلا كتلقى السي الحجوي الاخر. انا كنرحبوا كنرحبوا بالسي الحجوي. ما عندك ما دير معاه دابا مازال باقي واحد حميد غيجي حتى هو مازال غتشوفوا. حيت هادو عائله فنانه خاص انا ملي كيحضروا معايا تنشوف الوالد ديالهم الله يرحمه لان الوالد ديالهم كان فنان وهما خدامين بالروح ديال الوالد ديالهم لان الحجوي هما ولاد درب السلطان هما ولاد فاس اصلا ولكن ولاد درب السلطان كانوا درب السلطان فنانه عائله فنيه وبقاو متشبتين بالجانب الفني ديالهم. فمثلا السي الحجوي
مجيب او عبد المجيب هو الاداري ترى. فانا حاسب راسي واحد من الحجاوه، واحد خوهم اللي كان جاي لاوروبا من العائله. فهما يعني كيتكلفوا بك هنا، كاع الفنانين كلهم دازوا عندهم، كلشي تعرفهم. كان عندهم محل كان فيه الطرب والغناء، كان ريستورون، وكنا كنا كنجيو كنتجمعوا ولا بحال اون ادريس عندنا في باريس. فهذا هو السبب الصله اللي كان. نرجعوا للبانديه، البانديه لقى نجاح كبير لان كان اول فيلم من نوعه، لان الناس كانوا مولفين واحد السينما كلاسيكيه معروفه ما تسمى بسينما المؤلف، رغم انه حتى هو داخل في اطار السينما المؤلف، لان فكره السينما المؤلف هي الفيلم الذي يخرجه المؤلف نفسه، هو كيتسمى فيلم المؤلف. ف الناس اول مره تيشوفوا دي زيفي سبيسيو، تيشوفوا نوع من الفيلم الكوميدي، لان الفيلم الكوميدي صعب جدا، رغم ان افلامي انا ما كتكونش في المهرجانات، لان الكوميديا اللي انغات الكوميديا ما كتمشيش للمهرجانات، ما كياخذوهاش بعين الاعتبار، رغم ان الكوميديا تخاطب العقل، رغم ان الكوميديا صعبه جدا، لكن لهذا للاسف هذا هو الواقع. رغم انه كاين شريحه كبيره من المجتمع يعني كتفضل الكوميديا على الافلام طبعا، والافلام الكوميديا يصنفوها في الافلام التجاريه. نعم. وحركنا القاعات ديال السينما في واحد الوقت، لان كانوا كيخدموا غير بالافلام ديالنا الكوميديا، لان فيلم المؤلف ما كيدخلش الفلوس، يعني ممكن يخدم واحد المده ديال ويحبس يعني اسبوع جوج اسابيع، الفيلم الكوميدي تيقدر يبقى حتى 10 سيمانات 12 اسبوع ويبقى خدام. فالناس ملي شافوا البانديه شافوا نوع جديد. الافكار كيف قلت لك تتخذ دائما من الواقع المعاش، الحياه اللي تنعيشوها، ومني كتهضر على شي حاجه اللي انت تتعيشها فبطبيعه الحال كتوصل، اي حاجه تخرج من القلب كتوصل للقلب، سواء بالغناء سواء في الـ في الـ في الموسيقى الصامته كاع. لاحظتي الا رجعنا لعبد القادر الراشدي، الموسيقى الصامته ديالو ديال مثلا رقصه الاطلس. نعم. لان شوف الاسم ديال رقصه الاطلس، حنا ولينا كنردوها بلا 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 كلمات بلا كلمات لحد الان، اي افتتاح كنبداو برقصه الاطلس. علاش؟ لانه منبثقه من الواقع ومن الهويه المغربيه. انا اللي تنصح به المغاربه كلهم والفنانين اللي جايين من بعد منا، انهم يحافظوا على الهويه المغربيه، لان الهويه المغربيه هي اللي كتميزنا على باقي الدول كلهم. لان ملي كتجيب شي حاجه مغربيه ديالنا احنا اللي نعم. اصاله احنا اللي كيميزنا. هو دابا الان كنشوف مثلا في العراس ديالنا، ملي كتشوف الهنديه ولا ما بقاتش ديك العروسه لابسه الهندي والتركي، ما بقيناش ماشي بحال العماريه، كنرجعوا ثاني وتلقاو ديما العماريه واللبسه الفاسيه واللبسه الاشياء الجميله ديالنا. احنا الهويه المغربيه هي اللي خصنا نحافظوا على الاصاله ديالنا، والمغرب ديالنا غني. احنا في الايقاعات ديالنا تبارك الله عندنا اكثر من 35 ايقاع. الفولكلور ديالنا غني، سميتو اللباس ديالنا غني. يعني الان انا تيحز في نفسي ملي كنشوف القفطان نسكم ولا مثلا شي حوايج اللي داخله علينا، هذه حوايج اصيله. نستغلوا الترازه ديال الشمال، نستغلوا الملحفه ديال سميتو ديال الجنوب. هذه اشياء اللي هنا منين كتكون الهويه المغربيه، وهذا الشيء باش العمل تلقى نجاح وتبقى دائما كاين. الحمد لله. اذا باش ما نطولوش عليك، راه كاين السيد الريس اللي كيقول لنا ما بقاش بزاف يعني باش يدخل الجمهور. نعطيو كلمه يعني للاخوان الحجوي، شي كلمه يعني على هذا النشاط، وكلمه في حق سي سعيد. على هذا النشاط ان شاء الله هذا الحفل غادي يكون حفل من بين الحفلات اللي دازوا، حيت هي سيتين تورني كنا في دبي ا بروكسل ايسي ا باريس اون فا فير لاسبان ابري لا ريوسيت دو لا تورني ماروكين. دونك ان شاء الله جو بونس كون فا ميتر لو فو، سعيد فا ميتر لو فو. Au départ, c'est Mustapha Al-Hajoui ou Rachid Lawidaoui qui vont faire le feu musical. Et après, Saïd Nasseri, c'est sûr, vous allez voir, vous allez mourir de rire, Inch'Allah, avec lui. Juste mourir de rire, pas sans figurer. Hein. Inch'Allah, voilà. Salam alaikum. Salam Mustapha Al-Hajoui, de Paris. Qui vous dit marhaba bikoum lioum, le 21, on est le dimanche. Le spectacle, ça commence à 19h30 ou la 20h. بعبدكم الضعيف مصطفى الحجوي، غنحيي هاد السهرة ديال إن شاء الله غتكون نشاط فيها في الديبار، ومن بعد غيكون السبع، حيت هذا السبع. نقدر نكون نمير؟ لا أنت السبع. لا هي نمير. لا خرب بعد نمير. السبع. أنا نمير. السبع الحجوي. وعندك يدير الناس سي سعيد عبدو عند الموحد يلعب تاني. أدخل علينا بالموتور تاني. مصطفى هذه المرة. عندي معايا مصطفى. مرحبا، يعني كلمة أخيرة سي سعيد والإخوة الحجوي. اللي بغيت نقول هو أنا أولا كنشكركم، تنشكر إيميرو فانت كات، لأن إلي باغتو أون أوروب جوكوا. تبارك الله عليكم. مي باغتو با باغتو دون لو موند. غتكونوا إن شاء الله. غتكونوا. مزيان تبارك الله. صافي بليزير. الوغ غير هو اللي بغيت نقول لكم ان
اللي غتحافظوا عليه هو هذه المساله انكم تتبعوا اي نشاط مغربي، تحاولوا لانكم انتم هما الاضواء التي تعطي الضوء على الاعمال المغربيه خارج الوطن، وانتم اللي غتوصلوا للمغاربه اللي كاينين لداخل. حنا شنو كنديروا برا؟ لان الرايه المغربيه فين ما ترفعات كتبقى دائما الرايه المغربيه ديالنا، او تنتقدم بالشكر الجزيل لاخوان الحجوي لانهم هما اللي قاموا بسميتو بهذا النشاط هذا وتعبوا، لان ماشي سهل الان. احنا ولفنا احنا وهي مقصرين من لكن ماشي سهل باش دير لا بوبليسيتي وتوزع وتعلم الناس وتجي وتجريس، ماشي سهل لان الانسان عنده حوايج اخرين تيديرهم. خصوصا هنا عارفين ان الميدان الفني ما كنعتمدوش عليه ماديا بزاف اكثر ما كنعتمدوا عليه معنويا، والهدف ديالنا هو نشر الثقافه المغربيه، نشر الهويه المغربيه، وكذلك جمع الشمل المغاربه. اننا ملي كنجمعوا كنكونوا في حفل واحد كيتلاقاو ناس 50 60 ما شافوش بعضياتهم، فكيشوفوا بعضياتهم في واحد الحفل، فهذا شيء جميل جدا، وهذا هو الربح الحقيقي ديالنا. شكرا لكم وشكرا لكل من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذه العروض اللي دازت من بلجيكا وفرنسا. الشكر موصول لكم ايضا اللي عطيتونا الفرصه باننا نتلاقوا معكم، يعني وجهه معروفه وسي سعيد، وغادي ندخل لكم بعض اللقطات من هذا العرض هذا. اذا شكرا جزيلا. لا لا نخلصوا.